حقيقة وفاة الملك سلمان، والتلفزيون البحريني ينشر خبر وفاة الملك وحملة اعتقالات تشمل 3 أمراء وبعضا من الضباط الحرس الملكي والجيش. وحمد المزروعي ينشر تغريدة تثير الغضب بين السعوديين. ترددت أنباء غير مؤكدة ولم يتم نفيها في البلاط الملكي السعودي. على مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام تشير إلى وفاة الملك سلمان بن عبد العزيز خادم الحرمين الشريفين، وذلك بالتزامن مع إعلان اعتقال عدد من الأمراء. إلا أنه حتى الآن لا يوجد أي نفي رسمي أو تأكيد لتلك الأنباء المترددة، خاصة وسط حالة التخبط التي تشهدها المملكة بسبب اعتقال عدد من الأمراء، حيث قامت بعض الصحف الأمريكية بنشر خبر اعتقال الأميرين أحمد بن عبد العزيز شقيق الملك السعودي وولي العهد السابق محمد بن نايف. وأنباء أخرى حصلت عليها الصحف أيضا إن السلطات السعودية تتهم الأميرين أحمد بن عبد العزيز ومحمد بن نايف بالخيانة العظمى، وإنهم يواجهان عقوبة الإعدام أو السجن مدى الحياة. كما شملت حملة الاعتقال الأمير نواف بن نايف شقيق ولي العهد السابق الأمير محمد بن نايف، مشيرين إلى أن هناك مجموعة مقنعة من حرس الديوان الملكي قاموا باعتقال الأميرين أحمد بن عبد العزيز ومحمد بن نايف مساء أمس الجمعة من منزلهما اللذين أخضعا للتفتيش. أما بخصوص الأمراء الذين تم اعتقالهم فقد نشرنا هذا في فيديو سابق، أما الآن فنريد الإطمئنان على صحة الملك سلمان. قالت إحدى الصحف إن الملك سلمان عانى من مرض شديد وتم نقله في سرية تامة إلى العناية الصحية المركزة بأحد المستشفيات الخاصة، ولا نعلم صحة هذا الخبر، وأيضا لم تقوم الإدارة السعودية بتكذيب خبر وفاة الملك سلمان. أكدت مصادر إن الحملة لم تشتمل فقط على اعتقال الأمراء الثلاثة، بل اشتملت على اعتقال بعض الضباط في الأجهزة الأمنية والجيش والحرس الذين يعتقد إن لهم ولاء لأحمد بن عبد العزيز أو محمد بن نايف، والحملة مستمرة لاعتقال غيرهم مما يشك ابن سلمان في ولائهم. ونحن الآن في صدد أي قرار رسمي يصدر بشأن تكذيب خبر وفاة الملك سلمان، ولكن لا يوجد على مستوى الجرائد الإلكترونية أي خبر يمس هذا الموضوع. وربما إن الملك سلمان في قصره مريض، ولهذا سوف يتم تنصيب الأمير محمد بن سلمان الملك الجديد للسعودية على وجه السرعة. اعتقال الأمراء الثلاثة وبعضا من ضباط الحرس والشرطة بالفعل تم، وتم تأكيد الخبر، أما بالنسبة لمرض الملك سلمان أو وفاته فإلى غاية الآن لم يتم تأكيد الخبر. حيث أشعل حمد المزروعي الشهير بمغرد بن زايد والمعروف بقربه من أجهزة الاستخبارات في أبو ظبي موقع تويتر بتغريدة غامضة بعد اعتقالات آل سعد. وكتب المزروعي كش ملك دون أن يوضح مزيدا من التفاصيل، إلا أنها جاءت بعد وقت قصير من إعلان اعتقال ولي عهد السعودية المعزول محمد بن نايف والأمير أحمد بن عبد العزيز شقيق الملك سلمان. وسادت حالة من التكهنات بين أوساط المغردين بسبب ما نشره المزروعي، حيث فسرها البعض أن محمد بن سلمان أزاح خصومه نهائيا واستتب الأمر لصالحه لتتولى أو ليتولى الحكم في السعودية.